أقيمت في بيت الكويت بالعاصمة الأردنية عمان الأمسية الكويتية الأردنية التي حضرها عدد من المسؤولين وأعضاء الجالية والطلبة الكويتيين الدارسين في الأردن، والتي ناقشت عددا من القضايا المتعلقة بالطلبة الكويتيين في الجامعات الأردنية. في إطار التواصل الأخوي بين دولة الكويت والأردن في شتى المجالات، وخصوصا ما يتعلق بالحرص الأردني على طلبة دولة الكويت الدارسين في الجامعات والمعاهد الأردنية، أقام سفير دولة الكويت بعمان الدكتور حمد الدعيج أمسية إخاء فتحت آفاقا رحبة من التواصل والحوار الهادف إلى وضع طلبة دولة الكويت وأبناء الجالية الكويتية بالأردن بصورة ما يحيط بهم من أجواء في المنطقة، وخلق حالة من التوعية لديهم لتأمين أرفع مستويات التحصيل العلمي والأكاديمي والمعيشي لهم. بمبادرة من سعادة السفير دكتور حمد الدعيج تم دعوة قيادات الجهاز الأمني في الأردن لتوعية أبنائنا الطلاب في خطورة الوقوع في بعض الجرائم وكذلك المخالفات المرورية، وحث الطلاب على الالتزام بالقواعد والقوانين اللي يعني مطبقة في الأردن. ولله الحمد أن طلابنا والجالية الكويتية أبناء الجالية الكويتية في الأردن من النادر أن تسجل في حقهم بعض المخالفات الجسيمة. أغلب هذه المخالفات عبارة عن مخالفات مرورية أو حوادث سير وغيرها من الأمور. وكطلبة كويتيين الحمد لله نكون في بلدنا مرتاحين، ولو ما احنا مرتاحين ما نلبس لبسنا الخليجي اللي في بلدنا الثاني هذه. والحمد لله يعني من نشكر أخواننا الموجودين والمقيمين على هذه البلد. وشارك في الأمسية التي أقيمت في بيت الكويت بعمان عدد من الدبلوماسيين والطلبة ورجال الأعمال الكويتيين، وبحضور كبار مسؤولي مديرية الأمن العام الأردني بكافة أجهزتها. وأكد مسؤولون أردنيون في الأمسية حرص الأجهزة الأردنية كافة وبتكليف من جلالة الملك عبد الله الثاني ومتابعة من جلالته على سلامة طلبة الكويت الذين هم أبناء الأردن، وتأمين أفضل الأجواء المعيشية والأكاديمية لهم في إقامتهم وتحصيلهم العلمي ونجاحهم، حيث أكد الطلبة حرصهم ليكونوا سفراء حقيقيين للكويت كما يرى دوما سمو الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح حفظه الله ورعاه في بلدهم الثاني الأردن وبين أهلهم. وهذا اللقاء متكرر ومتجدد، وإحنا في جهاز الأمن العام حقيقة دائما وباستمرار على استعداد، أبوابنا مفتوحة، توجيهات جلالة سيدنا، توجيهات قيادة جهاز الأمن العام بأن نقدم أفضل الخدمة لرعايا دولة الكويت، لأنه هم بفرضوا علينا من طيبهم ومن أخلاقهم ومن كرمهم أن نكون دائما وباستمرار بالخدمة لهم لأنهم بيستأهلوا هذه الخدمة. اهتمام القيادات العليا في الأردن في الطلبة الكويتين أو بالوافدين الكويتين بشكل عام، أرجع وأقول نحمد الله على نعمة الأمن والأمان في الأردن، ونحمد الله على الدكتور حمد سفيرنا سعادة السفير في دولة الكويت في الأردن ورئيس المكتب الثقافي الدكتور محمد. أمسية كويتية أردنية بامتياز فتحت أفاقا للتواصل الأخوي وجسدت معاني البيت لطلبة دولة الكويت الدارسين في الأردن. هاني البدري، تلفزيون دولة الكويت.